السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم متابعي قناة لحظة مجددا، أرجو أن تكونوا بخير وعلى خير. بعد صدور التعليمة الأخيرة الخاصة بالنساء الحوامل والنساء المربيات، تم إرسال تعليمة أخرى تحدد من هن النساء اللاتي سوف يستفدن من عطلة استثنائية مدفوعة الأجر، وهذا ما جاء في نص التعليمة بخصوص العطلة الاستثنائية مدفوعة الأجر للمستخدمين. المرسوم التنفيذي رقم 2920 المؤرخ في 21 مارس 2020، متعلق بتدابير الوقاية وانتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 19 ومكافحته، بيان الوزير الأول المؤرخ في 13 جوان 2020، استكمالا لتدابير الوقاية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 19 ومكافحته، وتطبيقا لبيان الوزير الأول المؤرخ في 13 جوان 2020، يطلب من جميع مسؤولي الهياكل إجبارية تحديد القوائم الإسمية للعاملات الحوامل أو اللواتي لديهن أطفال صغار لا يتجاوز عمرهم عن 5 سنوات، ملزمون بتقديم طلب عطلة استثنائية وتقديم المبررات. أما باقي المستخدمين فهم مجبرون للالتحاق بالمناصب عملهم، وإلا ستتخذ إجراءات تأديبية في شأنهم. المطلوب منكم إرسال هذه القوائم إلى المديرية الفرعية للوسائل قبل الساعة 4 زوالا بتاريخ 15 جوان 2020، لتمكننا من اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. معناه النساء الحوامل واللاتي يمتلكن أطفال أقل من 5 سنوات مجبرون بتقديم مبررات أو وثائق إلى المصلحة التي يعملن فيها من أجل تبرير عطلتهم الاستثنائية وإرسالها إلى الوزارة. والسلام عليكم ورحمة الله.